السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيباتي متابعيني ومتابعاتي، إن شاء الله يلقاكم هذا الفيديو فأتم الصحة والعافية يا رب. آسفة لأنه الأسبوع اللي فات ما نزلت لكم ولا فيديو، وكنت وعدتكم أني أنزل لكم فيديو سي تو سي أو غرزة الكورنر تو كورنر، وما اشتغلتها للأسف، ما قدرت أسجل لأنه كانوا عندي كنت هي بنتي للاختبارات، لأنه هذا الأسبوع عندها اختبارات وقاعدة يعني في الأسبوع هذا وأنا قاعدة أسجل هذا الفيديو هي قاعدة تختبر، فعشان كذا ما سجلت ولا دخلت على اليوتيوب ولا فكرت فيه بالمرة. أنا آسفة مرة إني غبت عليكم هذا الأسبوع مرة، يعني والله إنكم وحشتوني وحشتوني كتير، بس إنه العائلة والأولاد أهم شوية من اليوتيوب. المهم اليوم كنت حاطة أنا استطلاع رأي عن سؤالين عن اللي تبغى أشتغل معاها سي تو سي أو على موضوع نجيب موضوع تسويق ونتكلم فيه. فكثير من البنات سألوني قالوا لي حطينا موضوع عن التسويق، كيفية تسويق المنتج. بالنسبة لي وتجربتي بسيطة في المجال، مرة بسيطة، مع أني عندي معلومات وعندي بقاش على كيفية التسويق، إلا أنه أنا لسه ما فكرت في أني أسوق، لساتني قاعدة بس أنزل صور وأصور شغلي، ولساتني أشتغل على الأشياء أشتغلها لنفسي، بس أشتغلها لنفسي وهدايا وكذا يعني لمناسبات وخلاص، يعني قليل ونادرا أنني بعت، يعني تقريبا يمكن طلعت خلال السنوات اللي أنا اشتغلت فيها، يعني سنتين أو 3 سنوات اللي رجعت أشتغل فيها الكروشيه، يعني طلعت يمكن 4 طلبيات أو 5 طلبيات فقط. ليش أنا ما أشتغل طلبيات؟ لأنه أنا عندي التزامات في الأسرة، ما عندي وقت كتير اني انجز طلبيات، اخاف تجيني طلبية كبيرة وما اقدر عليها، لسه عندي زي ما نقول تردد، لسه عندي تردد خاصة بالنسبة للكروشيه. بس بالنسبة للريزن اطلع طلبيات لانه ما عندي مشكلة، لو تجيني طلبية في مثلا في الريزن اطلعها ما عندي مشكلة، لانه ما تاخذ مني وقت بس الجفاف، وقت الجفاف العميلة تعرف انه الريزن يحتاج لوقت جفاف، بس يعني ممكن اطلع طلبيات في الريزن، اطلع طلبيات في لوحات الرسم لانه سهلة، يعني ما تاخذ وقت، مو بسهلة بس انها ما تاخذ وقت، مو زي الكروشيه، الكروشيه مشاريع تاخذ وقت، مشروع تشتغلين عليه لازم يكون متقن، لازم يكون بخيوط ذات جودة عالية، لازم يكون تاخذي وقتك انك تشتغلينه وتشتغلينه بنفس عالي عشان ما يكون في اخطاء نهائيا. هذا هو اللي خلاني انا ما اشتغل على التسويق لسه، يعني ما اسوق لمنتجي لسه، يعني على بنقول احنا بسوق بشكل على مضض، يعني شوية شوية، يعني ما أخذت الأمر لسه بجدية. بالنسبة للتسويق البنات اللي يبغون يسوقون لمشاريعهم، أول حاجة في التسويق هي المنتج نفسه، المنتج اللي هو عندك، المنتج اللي أنت بتنتجينه لازم تكوني أكيدة ومتأكدة منه إنه بجودة كويسة، بجودة ما أقول إنه فوق المتوسط، المفروض انه يكون جودة فوق المتوسط. من اساسيات التسويق اخذ الصورة، لانه الحين احنا صايرين نسوق عبر السوشيال ميديا، يعني مو بتسوقين منك للمستهلك بدون وساطة، عندك وساطة بينك وبين المستهلك اللي هي الصورة، لانه هو حيدخل على الحساب وحيشوف صورة. لازم تحطي نفسك انك في محله، اذا شفت انت الصوره هذه حتشتري ولا ما حتشتري. لحظه، اول شيء في التسويق بالنسبه للبدايه كيف تبدأين في التسويق قبل السوشيال ميديا، قبل ما تدخلي على السوشيال ميديا ابدأي بالمحيط اللي حولك، عندك اختك تصلحين لها هديه وتخليها توريها لزميلاتها، عندك خالتك تهدينها،
عندك عمتك تهدينا بنات عمتك، مثلا تيجي مناسبة، مثلا في مناسبة الأعياد مثلا، وعندك أي شغلة مو بالضروري الكروشيه، أي عمل يدوي أنت تعرفين تسوينه، تسوين منه نماذج تهدينها كهدايا في المناسبات، تسوين معاه في المناسبات هذه، إلا ضروري تحطين القطعة حقتك ومعاها كارت حقك. الكارت فيه معلوماتك، فيه معلوماتك، جوالك، جوال الشغل طبعا مو جوال الخاص، جوال الشغل، عليه الانستغرام، حسابك على الانستغرام، حسابك على الفيسبوك، المهم حساباتك حق السوشيال ميديا. تطبعين كارت حلو كذا وتحطينه مع التوزيع اللي حتوزعينها، التوزيعات هذه كل واحدة تاخذ توزيع. مثلا عندنا في العيلة اكيد بنجتمع يجتمعون زوجات يعني سلفاتك، خوات زوجك، خالاتك، عماتك، صديقات امك مثلا، صديقاتك انت، وكنتم مجتمعين او شيء او مناسبه وصلحتي التوزيعات هذه، الا تحطين معها الكارت هذا، يعني اللي حتاخذ معها توزيع البيت اكيد حتاخذ معها هذا الكارت، اكيد حتيجي وحده ثانيه حتشوفها عندها او هي حتعرضها على هذا الشخص، فيبغى يطلب منك، لازم يكون معلوماتك معها مع التوزيع هذه. وطلبي منهم، ترى ما هي عيب، مثلا انا اعطيت توزيع لسلفتي او لاخت زوجي او لخالتي او لاختي، اقول لها لو سمحتي صوريها سناب عندك، صوريها انني اهديتك وصوري معها الكرت، هو يعتبر انه نوع من الشكر ان شكرتك على السناب شات او على الانستغرام او على كذا، ونوع من الدعايه، ونوع من انها تسوي لك دعايه او ترويج انت ما دفعتي عليه ولا فرنك، ترويج يعني ما قانوني ما فيه شيء، لانه مجرد انها صورت الهديه واعجبت بيها وحطتها، الناس حيشوفون الكرت حقك وحيشوفون حتى لو ما حطت الكرت، الناس حيسألونها هي من وين جبتي هذه الشغلة، جبتها من عند فلانة. فدائما هذه البداية من هنا، تسويق حول المحيط، إذا عندك مثلا 10 و10 يعرفون 10، هذه صارت 20 و20 يعرفون 20، صارت 40، هذه هي البداية، يعني بداية التسويق تكون من المحيط اللي حولك. في ناس يقولون المحيط اللي حولنا ما يساعد، ما يهتمون، يبغون بالمجان. طبعا المحيط اللي حولنا اكيد بيبغى بالمجان، اكيد بنهديهم، لازم يعني اختي الهدية، طبعا الهدية الاولى والثانية ممكن اعطيها لها بالمجان، هي حتخجل على نفسها في الثالثة والرابعة ما حتطلبها بالمجان، فهي كده ضروري اللي حولنا لازم نعطيهم هدايا، لازم نوزع هدايا عشان المنتج حقنا يتوزع. يعني المشروع، اي مشروع اذا ما صرفت عليه ما يعطيك الانتاجيه، ما يعطيك شيء، مو معقوله يعني الواحد حيفتح بقاله ويفتح المحل فاضي ما حيعبيه وما حيسوي دعايه، ما حيسوي دعاية للمنتج اللي هو قاعد يعرضه، لازم حتصرفين على المنتج دعاية، حتصرفين عليه بضائع حلوة تنزلينها، حتصرفين عليه زينة في المحل تحطينها، هي كده زي نفسه المنتج اللي بنسويه بالبيت، اللي بنسويه بالبيت تجيب له تغليف حلو، نشتغله بخيوط ذات جودة عالية بألوان حلوة وزاهية، تصوير يكون راقي، هذا هو اللي بيجيب الزبون. يعني كل واحد مننا عنده مشروع، يحط نفسه في محل المستهلك، حطي نفسك كأنك مستهلك، إذا رحتي وشفتي القطعة هذه هل ترغبين لما تشوفين صورتها، حتحسين إني عندك رغبة إنك تشتريها ولا ما عندك رغبة؟ فهذا هو، يعني لما تشوفي المنتج هذا حقك صورتي صورة، شوفي نفسك، حطي نفسك في محل المستهلك، هالصورة هذه مقبولة عند المستهلك ولا لا؟ هذه يعني نجي على السوشيال ميديا، خلصنا من المحيط اللي حولنا، نجي على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا أهم حاجة، أهم شيء هو التصوير، جودة التصوير. عندك التصوير، بس نصيحة مني أنا، التصوير ما لازم يكون فيه فلتر قوي جدا بحيث إنه الشغل هو سيء ويظهر لك الشغل إنه جميل جدا، فلما تأخذ العميلة تتفاجأ انه الشغل لا يشبه الصورة ابدا، فهمتوا؟ لازم يكون شغلك مطابق للصورة اللي اخذتيها.
الصورة لما تاخذينها ما تاخذينها من زاوية مظلمة، ما تاخذين مثلا تحطين شيء فاتح فوق شيء فاتح، يعني اصور الابيض فوق الابيض ما حيبان، او اصور الابيض او اصور الالوان فوق خلفيه ملونه ما حيبان. دائما خذوا الفاتح صوروه على خلفيه غامقه، وتكون من الافضل يكون لون موحد. بالنسبه للالوان الغامقه نصورها على لون فاتح، لون مثلا خلفيه بيضاء، خلفيه سكري، خلفيه كده، بس يكون لون موحد. زائد الصورة طعموها دائما بشغلة جنبها، أنا أخذ صورة أحط عليها فازة أحط شمعة، ولكن أركز الفوكس على المنتج، الفوكس حق الكاميرا يكون على المنتج نفسه. نسيت نفسي، أنا كنت قاعدة أشتغل وقلت إني أشتغل وأتكلم، بس إنه لما أقعد أشتغل عندي عندي طريقة إني لازم أحرك إيداني وأحرك نفسي، عشان هذا ما أقدر إني ألتزم يعني أشتغل وأتكلم. حطيت الشغل وقعدت أتكلم. المهم هذه هي بالنسبة للسوشيال ميديا. للتسويق كمان انك ممكن خلي هذه كده توزيع المنتج، تسوي الاعلانات. التسويق حطي ميزانية، خصصي ميزانية مثلا. مرة مثلا سويت 4 5 صور لخمس منتجات، واحدة منهم اشوف اني انا متقنتها مره 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 وقادرة اشتغل منها كمية كبيرة، هذه اسوي لها اعلان، اسوي لها ترويج، احط على الانستغرام واطق على الترويج، سهلة جدا. وتروجين لها على الانستغرام، فلما تروجين للصورة هذه اللي حلوة واللي انت قادرة تشتغلينها، فالترويج اللي ما يجيب لك حبة حبتين من المستهلكين اللي حيسألونك عن هذا المنتج أو حياخذوا منك هذا المنتج. يعني الترويج ترى يعني سهل، ما تصرفين كتير، ما ياخذ منك كتير فلوس. يعني يمكن انك تصرفين 50 ريال 60 ريال، حتى توصلين 100 ريال يجيب لك تقريبا 3000 4000 او 5000 مشاهدة. من 5000 6000 هذه إلا ما يطلع لك 5 6 حبات يبغون يشترون منك. فهذا لما تبيعين هذا المنتج اللي أنت أنتجتيه، يمكن إنه سعره 150 و200، يعوض لك سعر الترويج، يعوض لك هذا الترويج اللي سويته، يعني يعوضوا لك على الاقل في واحد يعوض 3 أو 4 ناس، وحده تاخذين فلوس الترويج، وحتى تاخذين زياده فوقها 4 5 حبات. ثاني شيء انه في الترويج كمان تبغين تبيعين المنتج حقك، مثلا احنا اللي بنسوي الكروشيه، تسوي ريزن، رسم، هذه الأشياء اللي تكون سوي نماذج من هدايا، من هدايا تحفون في المناسبات. نحب نروح في بعض الأحيان الناس ما تكون عندها، مو زينا إحنا نشتغل بإيدينا، في ناس ما تشتغل بإيديها، عندها شغل، عندها ما تحب تشتغل هذه الأشياء، فإنها تحب تشتريها، تحب تروح لمركز الهدايا. شفتوا المحلات حقت الهدايا؟ أنا نتكلم حتى مع البنات اللي في الخليج، ومع البنات مع كل الدول العربية، في محلات تبيع، فيه بوتيكات أو محلات يبيعون هدايا، فتروحين أنت لعندهم تاخذي يعني معاكي النموذج هذا وتعرضين المنتج حقك عليهم. لو سمحت أنا أبغى أعرض المنتج حقي عندكم، كم تاخذوه انت قولي له خذوا من عندي، تاخذوا من عندي بالسعر اللي تحددتي. مثلا تبي تبيعين ب 30 ريال للقطعه، قول له انا ابغى القطعه ب 30 ريال وانت لك نسبه، زيد اللي انت عاوز. مثلا ما تحددي، حتى ما تحددي له نسبه من السعر، انا اعطيك المنتج هذا ب 30 ريال للحبه، انت بيعه ب 40 ب 50 بيعه ب 100، انا مالي دخل، انا ابغى ال 30 حقتي وبس، 30 حقتي زائد ينعرض معاها الحبه هذه، يكون معاها الاستيكر حقك اللي فيه معلوماتك، اللي فيه معلوماتك حقه التواصل.
في حساباتك على السوشيال ميديا، في رقم التليفون، في دائما هذه تكون معاك. يكون في تغليف جميل، أيوة التغليف نصف عملية التسويق، ياخذ منك النصف. يعني انا احط القطعه هذه ما اروح لفتها في بلاستيكه واعطيها للزبونه، او احطها في كيس، اي كيس خضار واعطيها للزبونه، لا، هذه القطعه اجيب لها كرتون حلو او كيس حلو، كيس يعني حتى لو حق التغليف الحين ترى صارت رخيصه، الاشياء حق التغليف صارت رخيصه ما هي غاليه. اجيب استيكرات، اشتري استيكرات، حتى لو ما عندك الطابعه اللي تطبعين بها استيكرات حقتك، ما عندك لسه توك باديه وما فيك، اذا توك باديه لا تشترين استيكرات، لا تسوينها انت، اشتريها من الاستيكرات حقت شي ان، من شي ان كراتين، من شي ان فيه يعني في مواقع، حتى بالنسبه للدول العربيه الثانيه ترى في مواقع يبيعون بالجمله، يبيعون حاجات حق كراتين التغليف واكياس التغليف بالجمله، تشترين حاجه حلوه عليها القيمه، وتشترين رول حق الاستيكر اللي مكتوب فيها ذا ثانك يو او كذا، وتعلقينها عليها، تحطي على تلزقين عليها ورده، تلزقين عليها شيء حلو كذا توكا، تحطين عليها من برا كهدية أو كزينة للتغليف حقك، ثم تعطينها للزبونة حقتك أو ترسلينها للزبونة. ما تستهينوا بالتغليف احنا نقول هذا الشيء اللي حتقدمين فيه المنتج حقك، هذا الشيء اللي حتقدمين فيه المنتج لازم يكون راقي جدا، عشان تشجعين هذه الزبونة انها تشتري من عندك مرة ثانية، وانها تسوي لك دعاية على المنتج حقك هي من نفسها. في بعض، انا مع نفسي، انا لو عجبني منتج، اشتريت منتج وعجبني، اقوم اعرضه على زميلاتي، اقول والله انا اشتريت من عند فلانة منتج مرة رائع، وحتى طريقة التقديم ما شاء الله حلوة، طريقة التغليف حلوة، يعني بدون ما تحسين انت كمستهلك، ترى بدون ما تحس انك بتعرض منتج، بتروج المنتج اللي عجبك، يعني كده نشتغل على العين، لان العين، عين المستهلك هي كل شيء، هي كل شيء، العين هي اللي تشتري. يعني الواحد يدخل حتى بدون ما يلمس الشيء، احنا بعض الاحيان ندخل على المواقع وما لمسناه ولا شيء، بس شفنا طريقة عرضه حلوة، طريقة عرضه، ظهور الالوان فيه، ظهور حلوة عجبتك بتاخدينها. زي ما قلت لكم، ايوة التغليف، هذه زي ما قلت لكم، لما نروح عند محل ونعرض المنتج ضروري يكون معه تغليف حلو، يكون معه الكرت حقك، وانت تتفاهمين معه، تحطين عنده المنتج حقك، قول له انا ابغى 20 ريال، 30 ريال، 40 ريال، اللي هو في هذا المنتج اللي انت حسيتي انك صرفتي عليه من جهدك، من الجهد حقك. يعني طريقة تسعير انا حطتها في فيديو اخر، ممكن ترجعون للفيديوهات اللي حقت الكروشيه حتلاقون طريقة تسعير المنتج. تحطين السعر اللي يناسبك، خلي هذاك الاخر او المحل التجاري اللي انت عرضتي عنده السلعه هذه، خليه له حريه البيع، خليه يبيع باللي هو عاوز، بس هو يعطيك. مساله انصح فيها انك لما تحطين المنتج، عدي المنتجات حق مثلا، كنت حطيت 20 حبه، انا اعطيتك 20 حبه، اكتب معايا ورقه، تكتب معاك فاتوره، يعطيك فاتورة أو عقد بينك وبينه، إني أنا حطيت عندك 30 حبة، سعر الحبة كده، المجموع كده، ولما يكون بينكم هذا العقد تاخذين هذه الورقة أو هذا العقد، يكون يعني كدليل بينك وبينه إنه ما يغشك ولا 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 يسركي، يعني في ولا يعني يقول لك ان انت ما اعطيتيني جي، ويقول لك انا ما حطيتي عندي شيء، فهمتوا؟ لانه صارت، او انه ما يبيع المنتجات هذه ابدا ويضيعها عليك، يضيعها عليك وخلاص، وراحت عليك فلوسك والمنتج نفسه يروح عليك. لا، اكتب ورقه تضمن حقي،
دائما مستندات، يا اما مستندات ورقيه يا اما مستندات في الالكترونيه، يسوي معك عقد الكتروني مثلا ويعطيه لك، حتى لو مو المهم انه بتوقيعه يكون كضمان لك على السلعه اللي انت حطيتيها عنده. زائد انك ما تحطين سلعتك عند اي احد في البدايه، لازم تسويهم زباين، لا تعرفين هذا الانسان اللي فاتح البوتيك تكوني تعرفينها، كوني معها صداقه وكذا عشان تحطي عندها المنتج حقك. يعني في البدايه كبدايه ما حط منتج عند اي كان، لانها صارت الكثير من البنات انهم يروحون يحطوا منتجاتهم وما تنباع، ما تنباع وتصير تصير مشاكل بينك وبين هذاك الشخص اللي انت حطيتي عنده هذاك المنتج. هذه من جهة. يعني من جهة تانية، بالنسبة للتسويق، نشتغل على المواقع الإلكترونية. سوي لك موقع إلكتروني، سوي موقع إلكتروني إذا عندك الوثائق اللازمة زي سجل تجاري ولا عندك وثيقة العمل الحر. افتحي متجر على سلة. بالنسبة للبنات اللي عندنا هنا في السعودية، المتجر على السلة فيه قسم مجاني، ما تدفعين ولا شيء إلا لما تصير، بس القسم المجاني في محدود شوية، يعني فيه ميزات محدودة، بس يمديك إنك كبداية في الأشهر الأولى ريت ما يتحرك عندك البيع ويتحرك المتجر حقك، هذيك الساعة يمديك إنك تسوين اشتراك سنوي أو اشتراك شهري بالنسبة. خلاص كبداية. بالنسبة للبنات اللي في الدول العربية، ماشي هنا عندنا احنا في السعودية في دول الخليج، ما يمشي معانا الفيسبوك ما يمشي معانا كتير، يعني ما حتى لو نحط فيه ما يشتري من عندنا أحد، لأنه عندنا احنا على سناب شات على الانستغرام هو أكثر شيء مواقع للبيع ولنشر المنتج. بس بالنسبة للدول العربية مثلا مصر، عندنا في المغرب، في تونس والجزائر، هادو احنا كمان احنا في المغرب، يعني الناس مهتمين بالفيسبوك مرة مرة مرة. يعني سووا لكم صفحات على الفيسبوك، صفحات تجارية، مو صفحة تجارية، صفحة بيع، مو صفحة عادية، يعني صفحة خاصة. لا تسوين حسابات شخصية وانت تبغى تبيعين، سوي صفحة تجارية عشان تبيعين فيها المنتج حقك، وطلعي صوري تصوير حلو حطي على صفحتك على الفيسبوك، حطي على صفحة روجي في الفيسبوك، كمان في ترويج روجي للمنتج. بالنسبة والله أنا أعرف بنات في المغرب وفي تونس في الجزائر يبيعون، محركين المنتجات حقتهم على الفيسبوك، ينباع عندهم المنتج من على الفيسبوك، حتى التسويق بالعمولة ماشي على الفيسبوك حلو. يعني حتى وتجيب مثلا في بنات كتير يجيبون منتجات حتى مو هم اللي مسويينها، تشتري منتجات من عند بنات يسوون أعمال يدوية وتعرضها عندها في صفحتها وماشي البيع، ماشي يعني حلو الفيسبوك. بالنسبة لنا احنا هنا في دول الخليج ماشي عندنا الانستغرام وسناب شات هو التوب في عرض المنتجات وفي تسويق المنتج. يعني هذا هو كلامي عن التسويق وطريقة التسويق بشكل بسيط جدا. بس أنصحكم إذا تبغون معرفة زيادة عن التسويق وعن كيفية تسويق المنتج، اشتروا كتب واقروا عن كيفية التسويق. بلا ما تشتري كتاب، ادخلوا على اليوتيوب، اكتب تسويق للمنتج او كيف اسوق لمنتجي، ويطلع لك ما شاء الله تبارك الرحمن فيه خبراء في التسويق، خبراء في تسويق المنتجات بيعطونك احسن مني. انا قلت لكم بشكل بسيط جدا على حسب معرفتي وحسب انا كمان اللي انا فهمته من كثير من الفيديوهات اللي حضرتها عن التسويق، زائد عن تجربتي البسيطه جدا، يعني عن تجربتي انا البسيطه جدا في التسويق. وفي قلت لكم انا تراني ما ابيع منتجاتي، بس اني بعض الاحيان كذا كنت حطيت حساب على انستغرام خاص بالريزان وكذا، وطريقه تصوير طريقه هذه، يعني حسب معرفتي البسيطه جدا حبيت اني اشاركها معاكم. بس تبغين تتعمقين
وتصيرين ما شاء الله تصيرين تبيعين، وانت همك انك تكسبين من المشروع حقك، يعني همك فلوس من المشروع، ادخل على اليوتيوب وادرسي. لا تبدأين في مشروع الا وعندك دراسة شاملة له، يعني ما تبدأين تقولي خلاص انا تعلمت خلاص ابغى ابيع باي طريقة، يعني وادخل على عماها، ماني عارفه كيف التسويق، ماني عارفه كيف اصور المنتج، ماني عارفه ايش نوعيه الخيوط، ولا ايش نوعيه الماده اللي حشتري، ولا ماني عارفه وش افكر اصور واحط وخلاص. لا، زائد نقطه مهمه جدا جدا قبل ما انهي الفيديو، لا تصورون منتجات ما هي منتجاتكم، لا تحط الصوره تجيبيها من النت وتقولي انا اقدر اسوي زي هذه، هي بتقدرين تسوين زيها بس هذاك العميل، وهذه كثير حصلت، هذاك العميل يبغى هذاك الموديل نفسه بنفس التصميم بنفس الغرزة بنفس اللون او بنفس الطريقة بنفس المواد. يعني انت وش دراكي كيف اشتغلت هذيك المادة هذيك، او كيف اشتغلت هذاك المنتج، الا لازم تحطين صورة حقتك انت، لانك انت عارفة كيف اشتغلتي هذاك المنتج. اذا حطيتي صورة غيرك ما حتصير الثقة، حتفقدين المصداقية حقتك مع الزبائن حقينك. فلا تحطون صور من النت مو حقتكم ابدا، احط اللي اعرفه انا، ما اقول والله ترى انا ممكن انفذ لك هذا المشروع، تجيب لك مشروع من النت وتقولي لها انا ممكن انفذه لك، صح انك بتنفذيه وصح انك حتعرفين، لكن ما حيطلع بنفس الجودة اللي صاحبته مسوياه بيها، ما حيطلع بنفسها، ممكن يطلع احسن منها بس ما حيطلع نفسها. فهمتوني؟ يعني اذا عجبك موديل في النت قومي انت طبقيه اولا، طبقيه وشوفيه، ثم صوري المنتج حقك وعرضيه على صفحتك، لا تعرضين شيء مو بحقك ابدا. هذه بس يعني نيجي على نهاية الفيديو، زي ما قلت لكم تجربتي البسيطة جدا وحبيت اني اشاركها معكم، فلا تاخذوها مو خذوها على محمل الجد، بس لا تقولون اني انا اعطيتكم كل المعلومات، ترى اني ما اعطيتكم كل المعلومات لانني لساتني انا كمان ابحث، انا معاكم خطوة خطوة، كل ما عرفت شيء جديد جيت قلت لكم خلاص. اتمنى اني اشوفكم على خير، وان شاء الله في فيديو جاي وحصير ما اتاخر عليكم. هذا المشروع اللي قاعدين تشوفونه واشتغله هو جاكيت اشتغله لنفسي، وان شاء الله بخلصه واعرضه عليكم في المذكرات ان شاء الله. المذكرات الاسبوع الجاي تنزل، الاسبوع الجاي بنزل فيديو المذكرات، وترى البنات اللي سالوني على C2C ما نسيتكم، اكيد بصور لكم الشغل وبعرضه لكم ان شاء الله في فيديو جاي من الفيديوهات الجاية ان شاء الله. الى اللقاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، واستغفر لي ولكم الله، والى اللقاء، احبكم في الله حبايبي.